إنجازات مبهرة وشخصيات عظيمة سطرت تاريخاً مشرفاً لترسم بها الصورة الأجمل لهذا الوطن، وطن عمل على الطاقات وهيأ لها كل السبل لتكون فخراً له في كل المحافل. كفاءات بحرينية رائدة رسمت أسمى معاني النجاح، وضعت نصب أعينها رفعة الوطن والارتقاء به، حاملة رسالة التميز والريادة إلى العالم أجمع. شخصيات بحرينية شكلت قصصاً ملهمة تحكي لنا سيرة أبطالها، نوثقها اليوم لتكون نبراساً لأجيال بعد أجيال تحمل هذه المهمة لأجل وطن لا يعرف المستحيل. ولدت في مدينة المنامة في فريق كانو سنة 1951 11 سبتمبر، وفي البيت يعني ولدت، فهذه كان يوم مولدي. ابتديت دراستي وكان عمري أعتقد 6 سنوات أو 7 سنوات، رحت إلى المدرسة التحضيرية اللي هي المدرسة الشرقية، ثم انتقلت إلى المدرسة الغربية الابتدائية، وثم انتقلت إلى المدرسة الثانوية في القضيبية. أخذت التوجيهي وبعدين سافرت، كان والدي يبينا أروح، كانت نيتي أروح أمريكا، بس كان والدي يبيني أروح إنجلترا مدرسة داخلية. فدخلت في المدرسة وقعدت سنتين، وسنة 1970 سافرت إلى أمريكا. المدرسة اللي كنت فيها، دخلت المدرسة اسمها ميلفيلد في منطقة اسمها سمرست، تبعد تقريبا ساعة ونص عن لندن. بس بعدين قررت أروح أمريكا، ورحت إلى أمريكا، رحت إلى منطقة تكساس أو ولاية تكساس، وكان خالي عبد اللطيف كانوا يدرس الدكتوراه، فرتب لي في جامعة شوية بعيدة عن العاصمة اللي عاصمة تكساس اللي هي أوستن، اسمها سان ماركوس، واللي هي تبعد تقريبا زي ما قلت لك ساعة ونص، فهي اسمها ساوث ويست تكساس ستيت يونيفرسيتي، ودرست فيها 4 سنوات وتخرجت بالبكالوريوس تجارة. وثم رجعت إلى البحرين، رحت لوالدي وقلت له بشتغل في المكتب، او طبعا هو ناداني وقال لي ايش تبي تسوي يعني عقب اجازه اسبوع بدون عمل او بدون راحه، فقال لي ايش تبي تسوي؟ فقلت له يعني بشتغل في المكتب، فقال لي لا، انا افضل ان تروح تشتغل في الخارج سنتين وتاخذ بعض الخطوات الايجابيه وتتعلم، وعقب تيجي تشتغل عندنا. فوين تبي تروح؟ فطبعا انا قلت له بروح اشتغل في الحكومه، فقال لي لا، أنا أنصحك ما تروح الحكومة، أنا أفضل لو تروح تشتغل في شركة زي بابكو ولا ألبا، وبعدين إذا ضبطت نفسك تقدر ترجع تشتغل في الحكومة ولا تكون ركزت يعني، فترجع. أنا كنت صغير هذاك الوقت، كان عمري أعتقد 18 سنة. فاشتغلت في بابكو لمدة سنتين، وعملوا لي ترتيب أن أروح للريفاينري، أروح أقعد في الأدمنستريشن.
ما كان في جسر بين البحرين والمنطقة الشرقية، كنا نسافر بطيران الخليج، فكنت أرجع البحرين الخميس العصر وأسافر أو الجمعة في الليل أو السبت إلى السعودية، ومنها إلى أروح إلى المنطقة الشرقية طبعا، منها أروح إلى بعض الأحيان إلى الرياض، بعض الأحيان إلى جدة، لازم أمر على المناطق هذه مرة في الأسبوع، وبعض الأحيان أروح إلى دبي أو أبو ظبي عمان، لأن هاي كلها تشمل المناطق اللي تحت الأشغال اللي تحتي، فاللي أنا كنت أديرها. فكانت يعني سفراتي كثيرة في هذاك الوقت. فبعدين تغير السيستم ورجعت أنا البحرين، ورجع بعد خالد البحرين، لأن مثل ما قلت لك على كل مدة معينة نعمل دراسة ونشوف الأحسن. فوجدنا أن الدراسة الجديدة طلبت منا أن نكون متواجدين احنا اثنين في البحرين، فرجعنا البحرين. وطبعا أنا حين قبل نرجع البحرين، في طبعا يوم كنت في السعودية كنت أشتغل مع تحت أمرة عمي عبد الله، اللي عبد الله بن علي كانوا وعبد العزيز كانوا، ما للأسف اثنينهم يعني الله يرحمهم توفوا، بس عبد الله كانوا بالنسبة لي يوم رحت هناك كان المدرسة الثانية بعد أبوي. أبوي كان المدرسة الأولى اللي قعدت معاش معاه في البحرين ويوم كنت صغير في البحرين، لكن عمي عبد الله كان المدرسة الثانية اللي تعلمت قوة الأعصاب والقرارات السريعة، وبعدين مبدأ أنه ما في شيء مستحيل، إذا بتسوي شيء لازم تسوي وصير، لا تخلي في بالك ما يصير، اعمل كل جهدك عشان يصير. أتذكر 1991 أنشئ أول مجلس شورى في البحرين، وطبعا شرفت سمو الشيخ عيسى أمير البحرين الله يرحمه في هذاك الوقت، عيني في هذا المجلس فخدمت مدة فيه، وبعد ما عقب المدة هذه فجابوا مجلس ثاني، فأنا وبعض الأخوان يعني تركنا المجلس وأعطوني وأعطاني سمو الشيخ عيسى الله يرحمه، أعطاني قلادة البحرين من الدرجة الثانية اللي أعتز فيها. أبوي لما كان يرجع من الشغل ما كان يجيب الشغل معاه البيت، يعني نقعد كعائلة نتكلم عن يومنا في المدرسة، وبعدين لما احنا نروح ننام يمكن يروح المكتب ويبتدي يستمر مع شغله. علمنا ان الدراسة هي اهم شيء في الحياة، يعني شهادة الانسان هاي شيء ما حد يقدر ياخذه من الانسان، الاشياء تي وتروح، بس الشهادة والتعليم هاي شيء ما حد يقدر ياخذه من الشخص. وكان يبينا ندرس خارج البحرين عشان نقدر نفهم شلون نتصرف مع ناس من برا بيئتنا. جدنا الكبير يوسف بن أحمد كانو اللي ولد أعتقد 1860، كان أنا طبعاً ما شفته لأنه توفى قبل ما ولد، فكان يقال عنه أنه رجل حكيم ورجل يعني عنده حكمة وذكي، اللي أسس الشركة 1890 وأسسها كبنك. اللي ليش سوى بنك؟ لأن هذيك الوقت كان البحرين معظم التجارة كانت التجارة بين البحرين والهند، وكان أهل البحرين يشتغلون في تجارة اللولو، وكانوا يجيبون اللولو ويبيعونه على تجار الأجانب والهنود والفرنساويين، وكانوا يعطون فلوس فما يعرفون وين يحطون الفلوس، فكانوا يخزنونها عنده. ف
فكان هو يخلي الفلوس عنده إلى ما يحتاج الشخص إلى فلوسه، يجي يوقع على الورقة والذي إلى ما يأخذ الفلوس معنا. بعدين تطورت، أخذنا وكالة البواخر، وجد أن في بواخر بين البحرين بين الهند، وبصفة أن البحرين كانت جزيرة وكان فيها بعض يعني كانت تحت الانتداب البريطاني، فكان فيه بريطانيين، فكانوا طبعا يحتاجون إلى أشياء اللي مش موجودة في السوق. كانت واحدة من السفرات اللي أنا أتذكرها 1966، كنا في لبنان. كنت طبعاً هذيك الوقت أنا ما زلت المدرسة الثانوية يعني، وظهر إخواني واللي أكبر مني سافروا وخلوني أنا مع العائلة اللي معظمها نسوان وأطفال يعني. وطبعاً إحنا كنا راجعين البحرين من بيروت، وتعرف هذا كمان الوقت بيروت يعني العالم العربي الخليجي والعالم كله يصيف في لبنان، لأن كانت لبنان هي التوب وأقرب مكان لنا، وتكلموا عربي أهم شيء يعني، وفيها الأسواق الحلوة وفيها يعني الأشياء والشواطئ والمطاعم الحلوة والأماكن، فكانت تجذب السواح يروحون. فكنت في المطار وجابوا بضائع، جابوا شنط أكثر من اللازم. فهذيك الوقت شركات الطيران، لأن الطيارة صغيرة تأخذ عدد معين، فتأخذ طبعاً كارغو أو بضاعة معينة، ما يقدرون يأخذون زيادة. فأنت لك مثلاً 20 كيلو، كأول كانت طبعاً شركات الطيران كلها سياحية أو درجة واحدة، عندك 20 كيلو، فتروح إذا تجيب 40-50 يحاسبونك عليها. فرحنا وطلع وزن كثير علينا، فقال لي المندوب اللي مسؤول هنا، قال لي يعني عليك تدفع مثلاً مبلغ 2000 ليرة. سألت عندكم فلوس عم بيسافرون؟ كلهم خلصوا الفلوس اللي عندهم، فما حصلت يعني المبلغ اللي يحتاج له. وصدفة كان جلالة الملك حمد مع هذيك الوقت كان ولي العهد، وكان عم عبد الله الله يرحمه كان معه وبعض المرافقين. فشفت عم عبد الله فقلت الحمد لله حصلت واحد يعني يساعدني. فسلم طبعا على جلالة الملك وعلى المرافقين اللي معه، وقلت حق عمي وغيتك في كلمة يعني ان القصة كذا كذا واحتاج الى مساعدتك، تكلم احد تكلم ذي. قال والله انت مسؤول، انت اللي خلوك مسؤول عنهم، تصرف. قلت كيف ما تصرف، انا عشان ما عندي فلوس وانا صغير. قال انت يوم واحد بتكبر بتاخذ قرارات بتصرف. فجاتني فكرة ومش عني طبعا، فجاتني فكرة احنا المجليس احنا وكلاهم في البحرين. فرحت كلمت المدير المسؤول وقلت له احنا كذا عن عائلة كذا كذا واحنا وكلاكم في البحرين، انا اعطيك مكتوب انه اذا نزلت الطيارة في مطار البحرين واحد يعطيك الفلوس تبع الاكسرا. فوافق وسافرنا. فهذا اللي حدث يعني مع هاي واحدة من التجارب اللي عشتها مع عمي وتعلمت منها وانا كنت صغير. يقول لك مجالسنا مدارسنا، هاي كان التفكير القدامى الأوليين، وكلامهم عدل لأن تعلمت وأنا أسوي عيالي نفس الشيء. وبعد وجدت أنهم استفادوا من القاعدة مع أبهاتهم مع ولا واحد أكبر منهم. فكنت كان عندي عندنا واحد المدير العام للشركة هذيك الوقت بحريني، وكنت شوية وادي على التلفون وأنا قاعد مقابل أنا والأخ هذي مقابلين بعض، وقمت له شيء قلت له عن شيء إنه أنت شو سويت أنت؟ فوالدي شوية سكر التلفون وقال حق الشخص شكرا مع السلامة وراح للمكتب. وقال لي عقب ما طلع قال لي عيب صرخ على استأذى في الشخص، هذا الشخص جاب لنا أشياء وأشياء اللي أنت ما جبت لنا، فلا تستهزأ عليه. في الأخير هو موظف
إذا ما تبي بدل ما استهزأ عليه يقول له مع السلامة وخذ راتبك وامشي، لكن لا تستهزأ على موظف عندك. وراح واعتذر من الموظف. كنا عارفين ما بيطلع من الكومة لأن الدخاتر اللي شافوه قالوا يعني أنها توقفت الكلية وتوقف ذي بس القلب هذي. فبس كنا عندنا أمل يعني يصير إن شاء الله يتعافى والذي. فكنت أنا خارج المكتب، كنت بمكان قريب بعد من المستشفى، كانوا في المستشفى وكان خالي مبارك الله يرحمه معهم، واتصل فيني قال لي الولد توفى. فرأسا رحت المستشفى وشفته وخبرني طبعا الأهل. وكان زوجتي ودي أحمد وفهد إلى كانوا في مودينهم، كان أعتقد في الصيف في جولاي كانوا مودينهم إلى كامب في سويسرا. فطبعا زوجتي رجعت اليوم الثاني والأولاد تموا في الكامب وبس. وبعدين كان يعني يوم حزين مثل ما تقول، والبحرين يعني من قيادتها إلى الناس العاديين كانوا حزينين عليه. وكان والدي دائما يقول لي انت بتتعلم، انت بتشتغل مع شركات غربية اكثر من شرقية، فلذلك لازم تروح وتعيش مثلهم عشان تفهم حياتهم. فانا اول ما رحت قعدت في الدومتري، كنا اثنين، واحد ساكن معي في الشقة او في الدومتري، تعرف الدومتري. وبعدين ما عطاني سيارة لمدة سنة علشان اتعلم اركب في الباص، اخذ تاكسي، اخذ سيكل. فيعني قصي هذه الحياة علمتني، وبعدين عرفت تطبع الأمريكان أو الغربيين اللي عايش معاهم. في طبعا أنت في أمريكا تعيش مع مش كل الأمريكان، في ناس من العالم الثاني، فهذه بعد فادتني في حياتي. فحبيت عيالي يكونون نفس الشيء. فأولادي بعد أول ما راحوا للدراسة خارج البحرين عملوا نفس الطريقة اللي بشيت فيها أنا، أو يعني أو عسجم يسوون هالشيء واتفقوا معي. يوم جاءوا البحرين أرسلتهم يشتغلون في شركات خارج النطاق يوسف بن أحمد كانوا، وبعد ما يأخذوا الخبرة والذي نجيبهم ونعطيهم مراكز صغيرة لين ما يكبرون فيها. تعلمت الكثير من الوالد، ومن أهمهم تعلمت نحترم الناس، التواصل والتواضع مع الناس. أنا أذكر عقب ما تخرجت من الجامعة قال لي اشتغل، خذ خبرة برا الشركة. فأخذت لي خبرة في شركة غير كانو حق 4 سنوات، وتعلمت وتعرفت على الناس. الوالد يعني حقاني ويوقف مع الحق، ودائما كان يعلمنا إذا أنتم مع الحق لا تخافون من شيء، ما في شيء يودك إذا أنت حقاني. أنا حاول يعني أقول حق أبنائي تكونوا صادقين، لا تظلمون أحد. وبعدين يعني حاولوا تنجزون العمل مال اليوم اليوم، لا تأخرونه. فطبعا اللي عيالي ما شاء الله عليهم يعني أشوفهم ماشيين على نفس الاتجاه اللي أنا مشيت عليه، ويمكن أحسن بعد. في البحرين يعني، وهذه حقيقة أنا أقول أنها في البحرين، وهي حقيقة أن يعني البحرين مع أن مدخولها بسيط لكن المشاريع ما وقفت يعني الحمد لله. وأنا أشكر القيادة الحكيمة الدير البلد أن يعني الأمن والتطور ما أثر عليه الاقتصاد. وأعتقد
في تجار أو شركات كثيرة بحرينية اللي ترغب في الشراكة مع الحكومة في أشياء كثيرة. يعني عندك شركات كثيرة الحكومة تديرها، لكن لو أعطيت بعض قسم منها إلى القطاع الخاص بتشوف بيكون نجاحها أكثر، لأن القطاع الخاص يفكر في تفكير تجاري. تعلمنا من أبوهاتنا من يوم صغار أن ما في شيء مستحيل، اشتغل لما تخلص وقب تعال تغدى أو تعال تعشى، لكن إذا ما خلص شغلك لا تجي لأنه ما بنعطي غدا ولا عشاء. فإذا تصير في شركة ما تصير في البلد، بس يعني مع احترامي حق الشباب لازم يكون شوية، يكون صدوق، يكون محب حق العمل، ويكون مخلص وأمين. والبلد ترى فيها خير، يعني أهل البحرين كلهم طيبين أو البحرين طيبين، وعندنا قيادة حكيمة وكل جيران يحبوننا، ما عندنا عداوة مع أحد. يعني وين تروح يقول لك البحرين يا على الرأس. We'll be right back.